بطالب بالقصاص العادل، انا بطالب بالقاضي بالقصاص العادل، القاضي الجليل يجيب لي حق اولادي. انا مش عايزه غير حق اولادي. هم عملوا ايه؟ هم شباب. انا يا استاذه شكلت معاك او انت شكلت معايا، ذنب اولادي ايه يموت؟ ذنب ابني ايه اللي لسه على المشرحه وشفت منظر وشفت الدم اللي نازل منه وشفت الله يرحمه واحد نايم مبتسم وبيت ده. هم مبيتين النيه وقايلين للجيران ان هم هيقتلوا عرفات ودني. فاعمل انا ايه؟ بصي يا استاذه، زي مشاهد التلفزيون بالظبط، اكنك بتشاهدي مشهد من التلفزيون بالظبط. بعد ما كسر ما 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 قطع رقبه محمد، الاصابات عندكم بقى كانت محمد الله يرحمه، محمد ضربه قطع لي ايده، وبعد ما قطع ايده خبطه بالسكينه في رقبته. وبعد اتكلمنا عن الحادثه والواقعه كان سببها ايه؟ كان سببها في اساسا كان في ماسوره صرف وانا صلحتها، وجيت اطلب منه حق التصليح ما رضاش يصلح، فجاي عايز يمشي الشارع، قلت له لا مش هتمشي الشارع. بداوا يحدفوا زباله، بقيت انا اشيل الزباله، والاخر اما اكومها جبت اللودر شالها، والاخر رحت اشتكيت لاخوه وبعت مراتي لامه، ومع كل جاب اخوه وجي شكل معايا، كسر لي صبعي وعمل لي عاهه مستديمه وكسر ايد مراتي. فلما كسر ايد مراتي انا جيت اما عرفت ان مراتي مكسوره، رحت للمستشفى 100 سلسيه عملت عليها اشعه، قمت وانا راجع لقيت واحد قدام الجامع ضربته بوكسين، ما اقولكش انا ما عملت، ضربته بوكسين وده يعني مش ده كسر مراتي وضربنا انا ومراتي. وبعد كده قال لك نقعد عرفي، قعدنا عرفي، طلعونا من اسم الشرطه وقعدنا قعدتين عرفيتين تمام، وطلع لي الحق في القعدتين العرفيتين تمام. وبعد كده جيت ابص واحنا في القعده بعد القعده العرفي لقيت شاكيني، اما عرفت ان هو شاكيني اشتكيت وانا تاني فجبت له حكم سنتين وجبت لاخوه 3 شهور. وبعد كده يعني صدر ضدهم حكم سابق سنتين نتيجه الخلافات بينهم. وطبعا عايزيننا نتنازل، وبعتوا ناس للتنازل، والمحامي بتاعنا قال لي هتتنازل، وابن عمي قريبهم ام مرات القاتل قال لي هتتنازل ومش عارف ايه. المهم فقلنا هنتنازل بس مش دلوقتي. المهم هم ازاي ان هو ياخد بوكس؟ طب ما انت كسر ايده وكسر ايد مراته. قام جاي وقام عامل قال لك انا لازم اقدم، قام جاي وقام مربطين لنا الليله دي، هم اللي مظبطينها مظبطين لي يوم الواقعه. وانا كنت لوحدي يوم الواقعه. ايه اللي حصل بالظبط؟ يوم الواقعه كان في بعتوا عيال، كان ولاده بيستحموا في الترعه، بعت عيال تانية قلعت بلبوس وقعد يستحموا في الترعه، اطلع يا ابني اطلع يا ابني مفيش اطلع يا ابني. قام هو طالع لي من الشباك، انت عندك قلبك حقد، ده انت مدود، ده انت ما انتش عارف ايه، وبدا يشبك معاك. ده انت قاعد وقعد يشتم، وانا صراحه شتمت. وبعد كده جيت ابص لقيت اخواته في ثانيه، في ثانيه سلاسل وجنازير، واحنا بقى في حرب في حرب. انا من الضرب انا كنت اخدت منهم جنزير، بس انا ما اعرفش انا اخدته من ايد مين، لان انا بصراحه المشكله دي كلها كانت بالنسبه لي زي غيبوبه. وبيشرب السجاير غيبوبه. مسكوني عملوا لي غضاريف في رقبتي وفي رجلي، كسروا لي رجلي، قعدت 4 شهور في الجبس ولا حركه ولا كان ولا مال. وبعد كده بعد ما كسر ما قطع رقبه محمد، الاصابات عندكم بقى كانت محمد الله يرحمه، محمد ضربه قطع لي ايده، وبعد ما قطع ايده خبطه بالسكينه في رقبته. وبعد كده واحنا مراتي اتصلت، كانت بتتصل على محمد ينقذني، فطلعوا العربيه بتاعتنا عربيه ربع نقل وخدوها واخديننا في يودونا المستشفى. القاتل ما كفاهوش نيه الواحد، لا قام رايح واخد طوبه طوبتين ملحومين في بعض مبنيين في بعض ومن بلكانه اخوه، ورماها على ابنك التاني. لا في دماغ متدس، كسرت جمجمه متدس، حصل عنده نزيف على المخ، وقعد هنا في المستشفى، مش عارف اسمها مستشفى ايه، تقريبا المستشفى الدولي تقريبا، قعد فيها 3 4 ايام. وبعد كده خرجنا، قال لك متابعه، ممنوع اللمس، معانا كارت المتابعه لسه موجود، انا معايا موجود في العربيه اللي احنا يعني بيبنك. احدث اصابه بابنك الصغير مدسر، والتاني عنده ده عنده توفى محمد، ومدسر فخده رجليه الشمال دي ما تتحركش، بقى عدينا 8 شهور ما تتحركش. هو يعني الحمد لله بيتكلم حلو وايديك تتحرك حلو، بس الشمال دي خلاص، ما احنا بنقول يا رب. النهارده في الجلسه الثانيه اللي بتشهدها المحاكمه للقاتل، بتطالبوا بايه؟ اعدام، اللي يرضي ربنا ايه؟ الاعدام، الاعدام. ربنا قال لك ولكم في القصاص عياة يؤلوا الالباب. انت بتقول ان لسه مازال في احتكاك معاكم ومازالوا بيحتكوا بيكم وبيهددوكم. بيهددونا وسايبين اخواتهم قصادنا في البلد وبيجوا عندنا عند الشارع، واحنا اللي ممنوع نمشي، انا حابس نفسي في البيت عشان ما اعملش حاجه، لان انا ما اقدرش اشوف الناس دي قدامي برضه، ما اي حد مكاني يقول الحق اللي يرضى ربنا، انا ما اقدرش اشوف الناس دي مكاني. ضربونا وكسحونا ومشين قدامنا عادي، وموتوا ابنك واصابوا الثاني واحدثوا له عاهه مستديمه، وانت كمان وانا نفسي انا نفسي ما عدتش بمشي وبمشي يعني عشان امشي حلو وما ازكش برجلي، باخد مسكنات بمشي حلو.
لو ما اخدتش مسكنات ما اقدرش ادوس على رجلي. انا عندي 8 شهور دلوقتي رجلي دي 8 شهور ليل زي نهار تعب مستمر، تعب مستمر، رجلي دي ما بتروحش. وانا بطالب القصاص العادل بما يرضي الله حقي، قتل واحد وكان هيقتل الثاني. وعند احمد واخد 25 غرزه في كتفه، يعني مش وانا بس، احنا كلنا مصابين. مراتي اتضربت وجايه في الفيديوهات ان هي كان هو ضربها اول حاجه مصاب. وطبعا للاسف كان في تراخي، ومن عندنا من المحامين بتوعنا المفروض ده كان يتقدم طلب للنيابه تطلع، ما طلعتش. كل الحاجات دي كان ما طلعتش في النيابه وما سابتهاش، يعني دي اتضربت. وسبب المشكله كلها ان هو ضربها تاني، اللي جراني عليهم ان هو ضربها تاني، وده باين في الكاميرات. وهو انا سبت بنتي الصغيره وجريت لما القاتل ضرب دي، ضرب الام تاني مره يضربها، ده تاني مره يضربها، سبتها وطلعت اجري عليه. كان اخوه محمد قابلني بالجنازير في راسي ودماغي، وتامر بيه كان جايب الموتوسيكل معاه جنازير وشفتين في الفرج بتاع الموتوسيكل ونزلوا. كانت انا حاجه بصراحه، انا عمر ما شفت منظر زي ده. ان شاء الله يكون عمر ما شفت منظر زي ده. لا وايه، ويقول لك انتوا اللي غلطانين، انتوا السبب، انتوا ضربتوا، انتوا اللي موتوا ابنكم. هو انا لما انتصر على جوزي على ابني ينقذ ابوه واخوه، يبقى انا كده موتته؟ كنتوا جايبين اليوم اللي وقع حضرتك الام، يعني يوم الواقعه بالظبط، بالظبط ايه اللي حصل معاك يوم الواقع؟ هو اتعور، هو ده زوجك وابني محمد الله يرحمه. لا احمد ظهره كان مفتوح بالسكينه من تامر، ونازل على بكرسي خرزان، نزل على كسره عليه الكرسي، بقى يخبطني هنا وانا واقفه مش عارفه اتحرك ولا عارفه اعمل. انا بص يا استاذه زي مشاهد التلفزيون بالظبط، اكنك بتشاهدي مشهد من التلفزيون بالظبط. اتصلت على محمد قلت له يا محمد الحقني، ودي ابوك واخوك المستشفى. هو كان بيحلم، قال لي حاضر يا ماما جاي لك اهو. جه من الجنب ده مثلا، هو في الشكل محمد لف من الجنب الثاني، كان هو بيخبط ابو محمد بالسكينه، ابو محمد زقه، فلما زقه راح الجنب الثاني عور، خبط ابو محمد هنا عوره، ما جابوش. اما راح الجنب الثاني شاور لابنه يجيب له سكينه ثانيه ويجيب له هدوم، عشان هو كان نازل بهدوم داخليه. يعني ما جوش اشتبكوا معاكم، ما كانوش يعني كانوا جايين مستعدين يا استاذه، لان الحكم اللي جاي لهم السنتين، والحكم الثاني حكم السنتين والثلاث شهور بتوع اخوه ده، هم مبيتين النيه وقايلين للجيران ان هم هيقتلوا عرفات ودني. لا اله الا الله. قايلين، بس احنا ما كناش نعرف. احنا لو نعرف اصلا، يعني هقول لك ايه، كان يمكن كنا هنقول ربنا قضاء الله. الاشتكاءات اللي كانت بينكم قبل كده والخلافات بسبب الجيره والمشاكل الخاصه بالصرف اللي في الشارع، واللي على اثرها اخذوا حكم او اخذت حكم ضدهم، هو ده كان الدافع لارتكاب الجريمه؟ لا، هو الدافع ان هم احنا قعدنا قعدتين عرفي والحق طلع لنا وسبناه، قال له اسيبوه عشان خاطر ولادكم وكده. ف ابو محمد ارتضى بالحكم وقام يقال لك القضاه حكموا ان هم يبصوا دماغ بعض ويردوا بعض، هو رفض، القاتل رفض، رفض، غصبوا عليه اتصالحوا يبص دماغ بعض. المهم المفروض كان هم هيجوا عندنا يردونا، ما جناش، بدات الشتيمه واستفزازات يعني رفضوا انهاء الخلاف، رفضوا الصلح وبيتوا النيه. واحنا احنا بقى ما فيش في دماغنا، احنا سيبنا حقنا خلاص، يعني الموضوع خلص. ابني اللي مات ده والله يا استاذه قال لي يا ماما انا حاسس ان هم هيعملوا حاجه، انا حاسس ان هم هيعملوا حاجه كبيره. قلت له ما تشغلش بالك يا محمد، هم مش هيعملوا اي حاجه، بس هو اكيد كان حاسس ان هو مش متوقعين ان هم ممكن يحضروا بمحمد. بس هو قايل لواحد جارنا وامه قايله لواحده عندهم برضو ان هم هيقتلوا شحته وابنه، بس احنا ما نعرفش. هو طب ليه، طب ما انت كسرني وكسر جوزي وضربني مرتين في الشكله دي وفي الشكله الاولانيه، ضربني هجموا عليك. لا ضربني، مش تهجم، ضربني بالفعل، ضربني. اما اتصلت على ابني بقى يجي، ابني هو بقى اما جاب ابنه جاب له السكينه والبتاع، قاعد في الجنب الثاني. ابني نظره ضعيف ما بيشوفش، فجاه لقاه قدامه، هو واقف قدام ابني، وامه واقف قدامه، قاعد يعمل بالسكينه، بيرفع السكينه على محمد مسك السكينه بايده الشمال، السكينه بحدين، كان ماشي السكينه من ايده، دي مقسومه نصين ودي متفركه خالص، ده متفركه خالص، وقام شايل السكينه من ايده، قام حاططها هنا في الجنب الشمال ده. تشوف ابني يا استاذه وبشاحة المنظر ونفرت الدم اللي خارجه من رقبه ابني، واكن فيها ما مش عارفه اكتمها، واقول لي انا بموت يا ماما الحقيقه. قلت له شاهد يا محمد، انا ما ملكتش حاجه غير ان اقول له شاهد. فضل يشاهد على نفسه لما رفضت، احنا استناه ومشينا في الـ
في العربية بتاعتنا لقينا المجرم ده واقف في حصان خندقه هدف تقتل على دماغه متكسر. متكسر انا حسيت ده اخوه ده ابنك التاني اللي عجز لقيت رجله بتترش كده وبتتنفض. انا ما استفدتش، انا قلت هي طوبة صغيرة او حاجة. انا كنت كل تركيزي في محمد والدم اللي خارج منه وانفاسه اللي طالعه ما اعرفش. وقال وصلنا المستشفى كان محمد خد الاشاره لغايه ما مات. وقال لك انا ما درتش بقى محمد بمدسر قلبه وحد مدسر اتحول على المستشفى بسبب المشكله بتاعت الاصابه بتاعت الراس. قعدت اكتر من 5 ايام ما اعرفش حاجه عن حاله مدسر. انا كل تركيزي وكل اللي انا فيه في محمد لما دخلت على المشرحه وشفت منظره وشفت الدم اللي نازل منه وشفت الله يرحمه واحد نايم مبتسم وبيضحك الله يرحمه. النهارده الجلسه الثانيه اللي بتشهدها المحاكمه النهارده، يعني توقعاتك ان شاء الله يكون ممكن الحكم ايه وبتطالبوا بايه؟ بطالب بالقصاص العادل. انا بطالب بالقاضي بالقصاص العادل، القاضي الجليل يجيب لي حق اولادي. انا مش عايزه غير حق اولادي. هم عملوا ايه؟ هم شباب. انا يا استاذه شكلت معايا او انت شكلت معايا، ذنب اولادي ايه يموت؟ ذنب ابني ايه اللي لسه واحد اكبر اربي واكبر 21 سنه واعلم لغايه ما يبقى دكتور تعليم يجي يموت قدامي؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه في كل اللي بيحصل ده؟ ان شاء الله الجلسه النهارده تشهد قرار وحكم نهائي في هذه القضيه.